طيب احكي لي يارا عن اول حلقه عملتيها في البودكاست، ايه كان رد فعلك ورد فعل اصحابك ورد فعل اهلك والناس اللي اتفرجوا؟ بصي انا اول حلقه عملتها مع محمد عبله فنان، وكان بسبب ان انا وقتها ما كنتش بنزل الشارع خالص، ما كنتش بعرف يعني كنت بخاف من حاجات كتيره جدا. جالك زي فوبيا من نزول الشارع؟ اوكي. فوبيا من بني ادمين اكشلي، يعني كنت ببقى خايف، اللي هي اسمها اجروفوبيا، اللي هو بخاف من التعامل مع بني ادمين. فنزلت يوم، يعني هو كان عامل كورس رسم، فقلت انا هروح، انا برسم. اوكي. فروحت حضرتها ولقيت نفسي مبسوطه جدا، فقلت له انا نفسي ان انا اعمل معاك لقاء. فقال لي تنوري. فروحت كلمت معاه، كانت من احلى، انا خلي بالك بالنسبه لي انا بتبقى من احلى اللحظات واحنا قاعدين بنتكلم، انا مع اي جست بصراحه لحد النهارده. والرياكشن كان ملهم بصراحه جدا، ان حسيت ان في ناس محتاجه تسمع ده، انه يقدر يساعدهم في حاجه، انه الاحساس بس ان في مساحه امنه اتنين بيتكلموا فيها وبيقولوا كلام عميق، الناس مش واخده على ده فحبت ده، فاهمه؟ يعني حبت انه في المساحه، ان في المساحه دي، انت فاهمه قصدي؟ في انه بقى ايه ده، يعني احنا ممكن نقعد نتكلم عن مشاعرنا، ممكن نقعد نتكلم عن مشاعرنا، فاهمه؟ ممكن نقعد نتفلسف شويه، ممكن نقعد نتفلسف شويه، يعني مش محتاجه ان انا اجري اجيب العيال لا مش محتاجه تعملي كده، لا مش محتاجه تعملي كده، يعني محتاجه، يعني ولا انت محتاجه ان انت تبقى بتجري 24 ساعه. يعني انا فاهمه طبعا انه متطلبات الحياه طبعا. بس احنا برضو اللي بنكرر متطلبات الحياه، فهو دايما اختيار، فان انا هدي نفسي المساحه دي ده اختيار.